58,000 ريال. هاتو مرحبا بكم بالناس اللي كيتفرجوا فينا فيسبوك. كنتمنى انا دابا الصوت مزيان حيت طفيت لي لايف وعاود تخدمتو، حتى تقولوا لي واش كيتسمع عندكم الصوت باش ما كان ردوا لي في لي كومونتير. السلام عليكم اختي فاطمه الزهراء، مرحبا بك. دونك كيف قلت لكم هذه دايره 2900 درهم، صراحه ثمن مناسب، كتجي زوينه هكا وصحيحه ديال دي. هادي حتى هي ديال ميسيكا وسامبل ما فيهاش الخزر. عندي لكم كذلك لاشين ديال فان كليف، هادي حتى هي من لي موديل غزالين. بالنسبه للناس اللي كيتتبعونا عبر فيسبوك تتقولوا لي عافاك واش كيتسمع عندكم الصوت. هادي لاشين ديال فان كليف، فوالا البنات كيجي لو بوندونتيف ديالها على هاد الشكل لاصق مع السنيسله، السنيسله اللي فيها ديال الشوبار هادي راه البليضه. فوالا البنات كتجي الصراحه غزاله في اللبسه حتى هي، ومن ناحيه الصحرا صحيحه. انتوما بالنسبه للبوندونتيف راه قلبتو ليكم جوج جوي، انتوما راه كيجي مدوبل شفتو، ماشي هادوك اللي خاوين. هذه الخدمه الممتازه كتجي على هذا الشكل، وكذلك في الطول حتى هي راه ستوندار بحال السنيسله اللي قبل. فوالا هذه كذلك حتى هي راه ما فيهاش الحصر. بالنسبه للثمن ديالها دايره 5200 درهم، هذه 104,000 ريال. بالنسبه لاشين ديال فان كليف دايره 5200 درهم، 104,000 ريال. فوالا هذه البنات راه شي حاجه صحيحه، يعني الا خديتوها ولبستوها في عنقكم ما تخافوش عليها، خليوها في عنقكم ونساوها، يعني هذه ديال الاستعمال اليوم. فوالا شفتوا، ولو بري 5200 درهم. فوالا عندي لكم كذلك موديل ديال لويز، ما كاينش صراحه اللي ما كيعشقش هذا لو موديل. فوالا سنيسله ديال لويز، حاولت نوجد لكم سنيسلات ما فيهمش الحجر، حيت بزاف كيسولونا عليه، كيسولونا على هكا دي موديل زعما نبارطاجيو معكم بالحجيرات. داكشي علاش حاولت نوجد لكم في هاد لو لايف شي حاجه بالحجر اللي تستعملوها ديما. لو غادكو سيفو بلي، وي لالا هنيه مرحبا. بالنسبه لي غادكو حاليا عندنا 11.1 غرام، وكاينه 15.30 غرام، وكاينه 18.20 غرام اللي ديسپونبل حاليا، مي راه ان شاء الله غادي يكون فيهم اريفاج جديد. الميزانات هكا مكثر. فوالا بالنسبه لهادي سنيسله ديال لويزا اللي كتجي على هذا الشكل. فوالا لو بوندونتيف يعني راه مفروق على السنسله، تقدروا تاخذوا بوندونتيف بوحدو ولا لاشين بوحدها، كتجي حتى هي زوينه. السنيسله اللي معاها ديال الشوبار اللي كتجي كذلك صحيحه. فوالا انتم الزواقه ديالها راه كتجي بحال الا مدخوره من الجلد، وفيها الطابع ديال لويزا. هذه راه ماشي الحره، هذه لويزا العاديه البنت اللي كتبع الموديل. بالنسبه للثمن ديالها دايره 4,000 درهم، هذه البنات دايره 80,000 ريال، 4,000 درهم. سنيسله غزاله فوالا، حتى هي كتجي زوينه، واللي بغات لونسومبل ديالها كامل راه كنقدروا نوجدوه له وراه موجود. فوالا هادي دايره 4,000 درهم، 80,000 ريال. فوالا عندي ليكم كذلك موديل كارتي، وما كاينش اللي ما كيعرفش هاد لو موديل. صراحه اي لايف كنحاول ندوزوه ليكم حيت موديل غزال، تجي كل نهار استعمالي ما فيه لا حجر لا والو. جبنا ليكم هاد لاشين بوندونتيف اللي كتجي على هاد الشكل، كتجي حتى هي زوينه. انتما من اللور كيجي سامبل، ومن القدام فيه دي فيس هكا ديال كارتي. لاشين اللي مع هادي شوفها دقيقه باش كتبقى استعماليه. فوالا البنات كيجي صراحه غزال، هادي حتى هي لاشين ديال كارتي كتجي زوينه، وهادي راه صحيحه ممتازه. بالنسبه للثمن ديالها دايره 4,100 درهم. لي بوكل دوغي ميسيكا، وي لالا مرحبا. بالنسبه لي بوك، لي بوكل دوغي كاينين، كاينين الصغار كاينين الكبار اللي كيجيو شويه نازل، ما موجدهمش حاليا، مي الا خليتي لي ميساج سوغ انستغرام ولا فيسبوك راه ان شاء الله غادي نصورهم لك مع باب الخير. بالنسبه لهذه البنات دايره 82,000 ريال، 4,100 درهم. سنيسله غزاله كتحمق. فوالا واخر موديل في السنيسلات اللي هي موديل ديال الكلاش. فوالا هاد الشكل هذا حتى هو تبارك الله غزال. هانتوما فوالا لو بوندونتيف ماشي من دوك الصغار، هذا تبارك الله اللي كيجي موين كبير وباين في اللبسه، يعني ملي كتلبسوه كيجي غزال وعاطيه. بالنسبه للبوندونتيف من الداخل هانتوما باش تشوفوه راه مدوبل، شي ملي كيكون مشبك هكا راه كيكون مدوبل، وكيجي سامبل حتى هو فيه سنيسله ديال الشوبار، وكيجي غزال حتى هو راه موجود لونسومبل ديالو، فيه لاباك براسلي بوجميك، ديك الساعات كيبقى على حساب كل سيده وفاش كترتاح. هذه ديال الكلاش
كتجي حتى هي غزال. بالنسبه للثمن ديالها اللي راه 3900 درهم، هذه حتى هي البنات 78000 ريال، 3900 درهم. سنيسله زويونه بالنسبه لهاد لي موديل اللي وريتكم اليوم، هاد السنيسلات الا خديتوهم يعني يكونوا هانين من ناحيه الصح ولا كاليتي، حيت راه شي حاجه صحيحه واللي كتصبغ. فوالا كانوا هادو هما السنيسلات اللي موجوده لكم حاليا. ندوز دابا نبارطاجي معكم لي بورمات ديال اليد، حتى هما جبت لكم شي حاجه تبارك الله غزاله هماويه ديال تحمير الوجه وكيجيو عاقلين يعني. فوالا نبدا لكم باول بورمات، هادي بوغمات لي كتجي غابكو على هاد الشكل، هانتوما بوغمات كتجي غابكو من الجن فوالا، وفيها دو موتيف هنايا من الوسط كيجيو سيغتي، ولكن راه الحجيرات ديالهم صراحة مفيكسين مزيان فوالا. هنا راه يدي ضعيفة مي غير باش يبان ليكم كيفاش كيجيو في البيزا. هانتوما هادي صراحة كتجي زويونة في البيزا سامبل، سيرتو هكا لي ديتها شوية عامرين يعني كتجيها لاصقة في اليد كتجي غزالة. فوالا شختي شحال الغرام ديالهم؟ وي لالا فاطمة مرحبا. بالنسبة للغرام حاليا 780 درهم الغرام، 15600 درهم الثمن ديال هاد لاكوغميت الأولى اللي وريتكم، دايرة 1,080,000 ريال. هادي هي البنات دايرة 1,080,000 ريال، 14000 درهم. هانتوما مي راه الصراحه شي حاجه صحيحه يعني، حتى ملي كتهزوها راه كتحسوا بالثقل ديالها فوالا، والخدمه ديالها من الداخل حتى هي راه كتجي مضوبه. شفتوا هذه غورميت غزاله كتحمق ستيل غاتكو موديرن، كتجي زوينه افيك ان موتيف هنايا الوسط اللي كيجي سيختي فوالا. وبالنسبه للسداده ديالها راه كتجي نفس السداده اللي كتكون في الغاتكو البلديه. هانتوما هانتوما شفتوا السداده ديالها، السداده ديالها يعني صحيحه وكتجي على هذا الشكل. شكرا الله يسعدك لهنا، يخطيك لاله فاطمه ويسعدك حتى انت ان شاء الله، مرحبا بك. هذه اول غورميت، ديجا لابسه لكم واحد لا غورميت قلت نبارطاجيها معكم فوالا. هذه حتى هي ان بون بلون كتجي غزاله، هانتوما عاطيه العين. انا غير سديتها في هذه العوينه حيت يدي ضعيفه، مي راه كتقدروا تسدوها في كل وحده فوالا. هذه سامبل كتجي غزاله ستيل غاتكو، هانتوما كيف كتشوفوا معايا راه عاطيه العين، كتجي الصراحه عاطيه العين. والثمن ديالها صراحه كيبقى لكم 3700 درهم، هادي 3700 درهم. ديجا الا شفتوا في لي ستوري ديالنا راه بارطاجي معكم لاشين ديالها، ودابا راه كنوريكم لا غورميت اللي كتجي على هاد الشكل. هانتوما شفتوا كتجي الصراحه زويونه وعاطيه العين فوالا. هادي دايره 3700 درهم، 74000 ريال فوالا. نكمل معكم في اطار لي غورميت، عندي لكم كذلك لا غورميت ديال جاكوار اللي كتجي على هذا الشكل، خير دو لاباغ شيفالي. وي لاله كريمه مرحبا. بالنسبه للاباغ شيفالي دايره 2600 درهم، 52000 ريال. هذه 2600 درهم، 2600 درهم. بالنسبه لا غورميت ديال جاكوار هانتوما كيف كتشوفوا معايا كيجي فيها الراس ديال جاكوار لي يعني غادي مخدوم على كوغميت، كتجي غزاله هانتوما. ولا كوغميت راه العويلات ديالها كيجيو تبارك الله عراضين وكتجي باينه في البيز، راه فيها هنايا العوينات فين كتقدروا تسدوها على حسب الدوره ديال اليد ديالكم، وراه كتجي على هذا الشكل في اليد. هانتوما شفتوا راه كتجي تبارك الله باينه وعاطيه. هادي ديال جاكو. بالنسبه للثمن ديالها دايره 1,020,000 ريال، هذه دايره 11000 درهم، 1,020,000 ريال فوالا. كتجي صراحه زوينه هادي 1,020,000 ريال. ثالث موديل هادي غورميت تقريبا في لو ميم ستيل ديال هادي اللي وريتكم قبل، غير هادي كتجي عامره عليها ومضوبله. هانتوما شفتوا راه نفس الخدمه، هادي الموديل الخفيف دايره 3,700 درهم، وهادي الموديل الثقيل. هانتوما غير من السداده ديالها راه غادي تبان لكم لا فينيسيون ديالها كيفاش دايره، كتجي سيرتي بالحيطه يعني تقدروا تلبسوها هكا سامبل من الفوق، اولا تسدوها وتبينوا هاد اللي فيها الحجره تبينوا هنايا الفوق على شكل بوندونسي، كتجي حتى هي زوينه فوالا. هادي 3,700 درهم. وبالنسبه لهادي ثقيله على شويه،
دايره 11500 درهم مليون و 30000 ريال. وراه تبارك الله كاين الفرق، مي راه غير قضيه يعني هذه جايه ثقيله وهذه جايه خفيفه، حتى هذه راه صحيحه، مي هذه صحيحه ديال كل نهار. فوالا انتم شفتوا هاد لي موديل ديال لي غادكو، هما لي خارجين حاليا، كيجيو سامبل طوندون وكيمشيو مع اي حاجه. عندي لكم كذلك هاد لاكورميت، هادي عشاق شي حاجه سامبل، يعني هادي اون كورميت غادكو كتجي سامبل حتى هي خدمه موديرن، كتجي غزاله في البيسه. شوفوا العوينات ديالها كتجي كلها سامبل، وحتى هي راه فيها هاد السداد هادي هانتوما. فيها هاد السداده هادي فوالا هانتوما، يعني راه كتجي غزاله وصحيحه، شفتوا كتجي الصراحه فنه فوالا على هاد الشكل سامبل، وتا هي راه من الداخل مضوبل. بالنسبه للثمن ديال هادي، هادي البنات دايره 11700 درهم، مليون و 34000 ريال. هادي مليون و 34000 ريال، 11700 درهم فوالا. كتجي غزاله ام يزيد. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بك لاله ام يزيد، مرحبا بك، محلك هذا. عندي لكم كذلك عشاق تيفاني، فوالا البنات اون بوغما تيفاني اللي كتجي غزاله على هذا الشكل. هذه فيها ديكاليبغ سامبل مع هادو اللي كيجيو الوسط سيغتي بالحجر، كيعطي واحد المنظر زوين في اليد. فوالا هانتوما كتجي كلها سامبل، شفتوا، ومن القدام فيها هاد لي دو موتيف كيجيو سيغتي. هادي حتى هي كتجي زويونه، مثلا اللي عندها دي بغاسلي وبغات تزيد عليهم موديل تيفاني كيجيو زويونين مع دي كوغمي. فوالا شفتو كتجي غزاله على هاد الشكل، وحتى هي البنات راه صحيحه. بالنسبه للثمن ديالها دايره 7500 درهم، 150000 ريال. بالنسبه لا كوغمي دايره 7500 درهم، 150000 ريال. فوالا كذلك راه كاين لي كولي ديالها، كاين لاباك الحجم الكبير ولي بوكل دوغري. فوالا شفتو كيجي حتى هو موديل غزال بشحال كوغميت لي في يدك. ويلا لا مجد مرحبا، بالنسبة لهادي ديال غادكو دايره 3700 درهم، هادي 74000 ريال، 3700 درهم. فوالا وآخر موديل لي هي هاد لاكوغميت. فوالا شوفو شحال كتجي زويونه، هادي ستيل مونطخ كتجي هاكا لاصقة في اليد، غزاله فيها هاد لي موتيف هادو من الوسط، ولا كوغميت ديالها كتمشي كلها غاده بهاد الخدمه هادي. هانتوما شفتو كتجي فنه بحال ستيل مونط، هادي بلوتو ديال المناسبات، وكذلك كاين اللي كيبغيها كيلبس لكل نهار، كتجي صراحه زوينه. فوالا بالنسبه للثمن ديال هادي دي دايره 13700 درهم. هادي البنات دايره 13700 درهم فوالا، شفتو حتى هي كتجي سامبل، فيها غير شويه ديال الحجيرات هكا دايرين من لي بوندونتي، مي حتى هما ما تخافوش منهم راهم سيغتين مزيان. فوالا بالنسبه هادو هما لي كوغميت لي وجدت اليوم باش نبارطاجيهم معاكم، كنتمنى انهم نالوا الاعجاب ديالكم. ندوز دابا نبارطاجي معاكم الخويتمات. فوالا البنات نبدا لكم باول خويتم هو هذا، شوفوا معايا شحال كيجي غزال. فوالا البنات هذا خويتم صراحه موديل اونيك، كيجيو فيه الحجيرات هنايا من الوسط وكيجي كله سامبل منجن. فوالا البنات كيجي الصراحه غزال، هذا استعمالي حتى هو ديال كل نهار، كيجي صحيح ديال ديما. فوالا نحاول نكسر لكم الحاجه باش يبان لكم مزيان. فوالا شفتو كيجي الحجيرات اللي فيه حتى هما راه مسيرتين مزيان، وكيجي تبارك الله صحيح وعطيك. بالنسبه لهذا داير 3300 درهم، 66000 ريال. هذا الموديل هذا داير 3300 درهم، 66000 ريال. فوالا كيجي اونور جون غزال حتى هو صحيح ديال ديما. ثاني موديل ديال الكلو اللي كيجي مضوبل على جوج المرات، هانتوما شفتو كيجي داير على جوج المرات في الصباع، كيجي حتى هو غزال، فيه شويه ديال الحجيرات هنا من جهه المسمار من الفوق، مي حتى هو راه كيجي زويون. فوالا البنات هانتوما شفتو كيفاش كيجي، كيجي الصراحه عاطيني. بالنسبه للثمن ديال هذا داير 3400 درهم، 68000 ريال. هذا
400 درهم 68000 ريال فوالا. وخاتم ديال شيفاليير حتى هو صراحه كيجي غزال. شوفوا كيفاش كيجي في البيصه نتوما، هذا راه قياس صغير حيت كيجي في هذا الصبع صغير، داير 2600 درهم 52000 ريال. هذا 2600 درهم 52000 ريال موديل شيفاني فوالا البنات. شوفوا كيفاش كيجي زوين هذا الشكل، هذا كيجي الزواقه غير من الفوق ومن التحت هانتوما كيجي سامبل. شفتوا من التحت كيجي سامبل ومن الفوق كيجي بهاد الزواقه ديال تيفان. في هاد لو تري لي وسط كيجي او غوز، وهادو اللي في الشناب او جون. جاوبي يا اختي. وي لالا هدى مرحبا، سمحوا لي انا ما كنقدرش نجاوبكم كاملين، غير حيت لي كومونتير دغيا كيطلع. حاولي تخلي لي لو ميساج ديالك مره ثانيه ونجاوبك على راس العين. بالنسبه لهذا ديال تيفاني شوفوا شحال كيجي، حتى هو زوين، حتى هذا راه صحيح البنات. بالنسبه للثمن ديالو داير 4300 درهم 86000 ريال. هذا الموديل داير 86000 ريال 4300 درهم فوالا. بالنسبه للغرام البنات حاليا داير 780 درهم للغرام، حاليا 15600 درهم فوالا. عندي لكم كذلك هذا الشكل هذا، شوفوا حتى هو تبارك الله كيجي تري تري كلاس فوالا، فيه الحجيرات. حتى هو اخويتم ديال الاستعمال اليومي، كيجي صراحه كيحمق حتى هو من الداخل هانتوما، راه مضوبل بالشباك شفتو، يعني دار الخدمه ديالو ممتازه فوالا على هذا الشكل. وبالنسبه للثمن ديالو داير 4000 درهم 80000 ريال، هذا داير 4000 درهم 80000 ريال فوالا. شفتو كيجي الصراحه شي حاجه غزاله ديال كل نهار، وحتى الحجرات اللي فيه راه مسيختين مزيان. عندي لكم هذا لو موديل اكس بخي خاتم صغير، وهي اختي حسنا مرحبا. بالنسبه لهذا الخاتم داير 2600 درهم 52000 ريال. وهذا ديال الاكس حتى هو شوفوا شحال كيجي زوين، جهه كتجي سيختي وجهه كتجي سامبل، حتى هو خويتم صراحه غزال فوالا. من الخويتمات اللي ما كنلقاوش بزاف كيجي غزال وديال ديم فوالا. بالنسبه للثمن ديال هذا البنات داير 3000 درهم، هذا البنات داير 3000 درهم 60000 ريال. هذا لو موديل داير 3000 درهم 60000 ريال فوالا. شفتوا كيجي حتى هو زويون. عندي ليكم موديل فانكليف فوالا البنات، شوفوا معايا شحال كيجي غزال هذا الشكل فوالا. بخي خاتم كارتي وي لالا نفيسة مرحبا. بالنسبه لموديل كارتي هانتي راه كاين هذا الشكل هذا، مي راه كيختلف لو بخي على حساب القياس والعرض ديال كارتي، حيت كاين لي مجموع كاين لي عريض، مي هذا لو بخي ديالو داير 3000 درهم، هذا داير 60000 ريال فوالا. شفتوا وهذا ديال فان كليف، شوفوا معايا البنات هذا الخاتم شفتوا كيجي كله غادي بنفس الخدمه، كيجي تبارك الله غزال. حتى من ناحيه الميزان راه ثقيل تبارك الله، ملي كتهزو راه كتحسوا بالثقل ديالو، وكيجي على هذا الشكل فوالا. شي بحال هاد الخويتمات كيجيو صراحه زوينين ديال كل نهار. بالنسبه للثمن ديال هذا هو ثقيل شويه بصراحه كيستاهل، داير 7000 درهم 140000 ريال ثمن الغرام. زويله لا مرحبا، حاليا الغرام 780 درهم للغرام فوالا. هذا داير 140000 ريال 7000 درهم فوالا. شفتوا كيجي حتى هو شي حاجه غزاله عاطيه ليه فوالا. عندي لكم موديل كارتي، هذا كارتي كلو يعني باغ 2 اون 1، كيجي حتى هو شي حاجه زوينه. ديجا كنا كنوريكم لي براسلي ديالو فوالا، اللي عندها براسلي وبغات تكمل الخاتم هو دابا راه ديسپونيبل، كيجي غزال هانتوما. هو راه غير خويتيم واحد مي راه لاصقين فيه دو موديل، شفتو حتى هو كيجي شي حاجه صحيحه. بالنسبه للثمن ديال هذا داير 4200 درهم، هذا 84000 ريال، 4200 درهم فوالا. وعندي لكم اخر موديل اللي هو هذا خويتي سامبل هانتوما، كنتمنى ان الموديل كيبان لكم فيه بحال هاد الشريطات هادو. هذا حتى هو شي حاجه زوينه يعني براتيك ديال الاستعمال اليومي، الخدمه ديالو سمحوا لي الخدمه ديالو بحال كارتي يعني شفتو، غادي كله بنفس الخدمه وعريض من الداخل شفتو، كيجي حتى هو شي حاجه زوينه. راه حتى لو براسلي ديالو راه موجود. بالنسبه للثمن ديال هذا صراحه لو بري ديالو مناسب، 2200 درهم 44000 ريال، هذا 2200 درهم 44000 ريال فوالا. وبقى لي اخر حاجه غندوز معكم في لايف ديال اليوم هي لي براسلي فوالا البنات. جبنا لكم واحد التشكيله غزاله
فوالا اكيد غادي توافقوني الراي. شوفوا شحال كتجي غزاله هاد لا كوليكسيون. هادو دي براسلي يعني سورتو للسيدات اللي مقبله على الزواج وبغات شي حاجه تاخذها للدهاز. فوالا كنصحكم بهاد الشكيلات هاد. انتما غير من لا فيديو راه غادي تبان لكم شي واحد لا بريونس خطير. هادو دي براسلي ديزاين ديامون كيجيو هكا كلهم اونور جون في الدوره ديالهم افيك دي هكا يعني دي موتيف في الوسط. هادو اون بلون كيمشيو زوينين في الدهاز. راه كاينين حتى لي باك ديالهم فوالا كيجيو الصراحه غزالين. نحاول نوريكم كل واحد بورتيتو. اول موديل اللي هو الكاغي. كاغي محبوب للجماهير صراحه. ما كاينش اللي ما كيعجبهاش هذا الشكل. هانتوما هذا موديل كاغي وراه قياس كبير مي غير باش تشوفوا كيفاش كيجي في البيس. هانتوما كيجي صراحه غزال. الخدمه ديالو كلها سامبل ومن الفوق فيها هاد الحجيره هادي. وراه صراحه اللي كيشوفوا اونتي غاديامون في واحد لابريونس خطيره وكيجي على هاد الشكل. بالنسبه للثمن ديال هذا اللي فيه موتيف كاغي داير 14000 درهم. مليون و 80000 ريال هاد لو موديل. هذا داير 14000 درهم مليون و 80000 ريال فيه موتيف كاري. كاين هاد الشكل اللي فيه موتيف على شكل لوزه. هانتوما حتى هو كيجي صراحه زويون. فوالا هانتوما شتي البراسلي من الداخل راه كله مدوبل. سلام اختي البورميت اللي في يديك شحال الثمن؟ ويلا لا مرحبا. بالنسبه لهاد لا بورميت دايره 3700 درهم 74000 ريال 3700 درهم. بالنسبه للو براسلي كيف قلت لكم هانتوما راه كيجي كله مدوبل شي حاجه غزاله وصحيحه. فوالا بالنسبه للثمن ديال هذا 12500 درهم. هذا ناقص عليه شويه في الثمن 12500 درهم مليون و50 الف ريال. فوالا واخر موديل اللي كيجي على هذا الشكل حتى هو شوفوا شحال كيجي تبارك الله زوين. فوالا هذا كيجي سامبل من التحت نتوما شفتوا وتا هو راه مدور. فوالا شفتوا كيجي غزال. بالنسبه للثمن ديال هذا داير 12500 درهم حتى هو. هذا داير مليون و50 الف ريال. فوالا هذا حتى هو مليون و50 الف ريال. وبقات ليا لا كوليكسيون هكا دي براسلي اللي كيقدروا يتلبسوا كل نهار. شوفوا معايا البنات شحال كيجيو زوينين. هادو حتى هما سامبل ما فيهمش الحجر بزاف. اختي شحال الثمن ديال الغرام ديال عصير الصابون؟ ويلا لا مرحبا. بالنسبه لعصير الصابون حاليا داير 780 درهم الغرام. فوالا بالنسبه لي براسلي كاين هاد الشكيلات هادو اللي كيجيو سامبل. نبدا لكم باول واحد اللي هو هذا. هذا حتى هو براسلي 2 اون 1 بحال اللي لابسين دو براسلي مشدود بهاد لو كاري من الوسط. كيجي الصراحه زوين. فوالا بالنسبه للثمن ديال هذا داير 8000 درهم 160000 ريال. هذا داير 8000 درهم 160000 ريال. فوالا ثاني موديل غندير لكم هذا الشكل هذا. فوالا حتى هو كيجي غزال فيه دي كاري. نتوما شي بان لكم لو موديل مزيان. نتوما فيه دي كاري ومشدودين بحجيرات حتى هو كيجي زوين. الخدمه ديالو راه كلها مدوبله نتوما وكيجي صحيح. هذا حتى هو ديال الاستعمال اليومي. لو بري ديالو داير 11700 درهم مليون و34 الف. هذا مليون و34 11700 درهم مي هذا راه صحيح. عندي لكم موديل غادكو. فوالا البنات هادو اللي فيه راه ماشي حجيرات. مثلا نحلو لكم باش تشوفو هانتوما. هادو اللي فيه راه ماشي حجيرات. هادو بحال دي بول مشدودين من الفوق. هذا حتى هو شي حاجه غزاله. فوالا فيه السواقه غير هنايا من الفوق ومن التحت كيجي ساهل. شفتو بالنسبه للثمن ديال هذا داير 10000 و 800 درهم. هذا مليون و 16000 ريال. هذا 10000 و 800 درهم مليون و 16000 ريال. فوالا وبقى ليا دو موديل. كاين هذا فوالا البنات كيجي بحال الا مفتول كيجي زوين. هذا موديل سامبل يعني اللي عندها مثلا انتريو دو براسلي وبغات تزيد عليهم براسلي تخشي معاهم. هذا كيجي صراحه زوين في البيسه سامبل. فوالا الثمن ديالو صراحه مناسب
داير 5800 درهم، هذا 116000 ريال في هذا الموديل، داير 116000 ريال، 5800 درهم. وثاني اخر موديل اللي هو هذا ديال العظم، واه كنتمنى ان لو موديل كيبان لكم مزيان. هذا ديال العظم كيجي حتى هو كله غادي لو ميم ديزاين انتوما، ومضوبل من الداخل، شفتوا حتى هو تبارك الله كيجي عريض وصحيح. واه بالنسبه للثمن ديال هذا داير 8200 درهم، هذا 164000 ريال. لو موديل ديال 8200 درهم 164000 ريال. فوالا البنات، كانوا هادو هما لي زارتيكل لي وجدت لكم اليوم. كنتمنى ان اللايف داز خفيف ظريف عليكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه. اي حاجه احتاجتوها ما قدرتش نجاوبكم عليها هنايا في اللايف، حاولوا تواصلوا معنا في الخاص ولا في النيمو ديال التليفون، راه حنا كنجاوبكم تماك 24 ساعه 24، وحنا راه الاشاره ديالكم. يعني اي سؤال اي كومون بغيتو دوزو مرحبا والف مرحبا. كنتمنى لكم امسيه سعيده، ان شاء الله نتلاقاو في لايف جديد. الله يعاونكم، شكرا بزاف.